وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا بقومك علما لا غنى عنه. وبعد، الصفة الثامنة إيجاد شيء من العالم مع كراهته تعالى لوجوده، وكذلك عدم شيء عظيم أو فقير من العالم، يعني المخلوقات العلوية والسفلية، وسميت بالعالم لأنها علامة على موجدها وخالقه. ولا يعلم هو عندنا إلا بها. الله خلاق، ليس ربنا خلاق، ليس لشايفين. الله خالق كل شيء وصنع. وسميت بالعالم لأنها علامة على موجدها وخالقها. ولا يعلم هو عندنا إلا بها مع كراهيته تعالى لوجوده. أي وجود ذلك الشيء من العالم، وكذلك لعدمه وهو ضد الإرادة. إيجاد شيء مع الكراهة له من العالم، وكذلك لعدمه وهو ضد الإرادة. الإرادة تتعلق بشيء موجود وتخصيص